نيه هذيك راه راس السوق اود عمي راس السوق هذيك الله يعطيك الصحه باش يقول لك هذا الله يعطيك الصحه لا صافي آه. تبارك الله الاخوه اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. بسم الله السلام عليكم اخوان واخوات داخل الوطن خارج الوطن تحياتي لكم كبيره اخوان صباحكم مبروك من قلب سوق الاربعاء ولاد سعيد الاخوان اقليم سطات اللي هو الاخوان بتاريخ 28 يا سيدي 28/12/2022 الاخوان تحياتي لكم جميعا صباحكم مبروك صباحكم مبروك الاخوان با ياسين كيدير كلشي مزيان الله يبارك فيك تبارك الله السي مجيد كيدير خويا كلشي مزيان الله يحفظك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله اش داير السنه خويا مجيد هذا يلاه رباعي يلاه نطلع رباعيات الاخوان تبارك الله هذا خويا ياسين مجيد 96 عطينهم 86 الاخوان عطينهم 4300 كيطلبوا 4800 كيطلبوا 96 كيطلبوا 96 في هذا الخير تبارك الله السي ياسين هذا تبارك الله مليح اخويا مجيد هذاك خويا مليح هذا اخ تبارك الله هذا اخوان سنان الحليب تبارك الله الله يبارك هذا جميع مواصفات السي ياسين ها تبارك الله كل شيء كاين تبارك الله هذا خويا ياسين هذا خويا 86 86 تبارك الله هذا الاخوان 4300 درهم تبارك الله الله يبارك الاخوان سليع الله يبارك تبارك الله نشوفوا الاخرين اخويا ياسين اي وري الاخوه الاخرين الساعه خلي الاخوه الرقم تبارك الله هذا خويا ياسين هذا سنا الحليب غيكون سنا الحليب بين عم سنا الحليب تبارك الله هذا خويا ياسين هذا 76 هذا الاخوان 3800 درهم شوفوا الاخرين خويا هذا اللي عاد رشيد الاخوان 76 اش يكون اش تا هو سنا الحليب الاخوان تبارك الله سنا تبارك الله هذا الاخوان 68 3400 درهم تبارك الله اياه تبارك الله هذا الشيء اياه شي عقيقه هذا الاخوان تبارك الله شي مناسبه سنا الحليب تبارك اياه سنا الحليب هذا خينو على القل ياسين خينو على القل تبارك الله مزين تبارك الله ثم تقليبه تقليبه مليح والاخرى اخويا ياسين شحال اخويا ياسين هذا 74 هذا اخوان 3700 درهم باش يكون غيكون رباعي يلاه يجيب رباعي يلاه طلع رباعي تبارك الله الله يبارك واخا خويا ياسين خلي الاخوان النمره واللي عجباتو شي حاجه راه غيتصل بكم ان شاء الله قول 06 66 58 08 24 تبارك الله عليك خويا ياسين الله ييسر لكم امور عندنا جمتو ما خدنا بايشان نوريو اييه 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 يلا ود البارح يلا ود البارح البارح والله الا البارح والله مولا صاحبي يلا ود البارح ما غادي اييه تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله خلا ياسين خلا لك انت محنا خلا تبارك الله الاخوه اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يبارك معناتها شو والد الاخوان خروفه وخروف تبارك الله الله يبارك شو الام الاخوان تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله واش دير في السنه خويا مجيد يلا جاب الطرافيات يلا جاب الطرافيات يلا جاب الجموعه اييه اييه وري الاخوان اييه شوف بعين اييه لا صافي صافي الله يبارك الله يعطيك الصحه خويا ياسين لا دراري ما كاين مزاح تبارك الله هادي اخويا مجيد اخذنا اخو هذا خدام هنا مليكينا 55 باش دينا اي دابا نتوما هذيك الساعه غتقولوا الاخوان يعطيكم شويه الرباح والله والله يسر لي اللي بغى الله يسر لي اي حاجه زوينه لا لا تبارك الله ما نعاودو كلام عجبتني عند مولا وانا ناخذ انا حرفت حولي اي اي عجبتني عند مولا وانا ندي لا لا تبارك الله نعجه اللهم بارك نعجه مليحه الله يبارك تبارك الله صافي رد البلاصه تبارك الله أصيدنا البارح كي الله البارح بينين 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 زيدنا البارح هذا خاصهم الدفا دابا هذو مجيد خاصهم الدفا الضروري عندي فلوس صعب خاصهم الدفا صافي سد عليهم تبارك الله الله يصدق العمل امين الله يصدق العمل تبارك الله تبارك الله
تبارك الله الإخوان، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله، تبارك الله. كل سنة الحليب أولا، كل سنة الحليب، تبارك الله. شحال دعم الثمن اللي ثابتة دابا؟ ثابتة الإخوان 56,800 درهم، تبارك الله، 2,800 درهم اللي ثابتة الإخوان، تبارك الله، الله يبارك السليعة، اللهم بارك، تبارك الله. تخلي النمرة صافي تبيعها في السوق، سير الله يسر، الله يسر الأمور، الله يسر لك أول عمي، الله يسر لك، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. ما عرفتش يكون أخويا هادو سنة الحليب هما بربعة كله ثمن، وهذا شحال هذا الثمن ديال؟ هذا 66، هذا الإخوان 3,300 درهم سنة الحليب، وهذا ولد عمي لينا هذا الإخوان 2,700 درهم، تبارك الله. وهاد جوج هاد جوج الإخوان راه 56,000 راهم سنة الحليب، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله. بغيت تخلي النمرة ولد عمي؟ لا ما بعتيهمش في السوق، سير الله يسر، الله يسر أمور حيد، الله يصدق. السلام عليكم. مليح اخويا هذا، الله يعطيكم الصحه. معناتها اش والده اخويا؟ اش والده؟ والده ذكر، والده خروف ثنيه، تبارك الله. تكون اول ولده لها واقيلا، اول ولده، اول ولده، الله يبارك، تبارك. مع شحال تما؟ شحال عطاوهم؟ عطاونا فيها 4000 درهم، قلنا لهم 110، عطاوهم 4000 درهم الاخوان، كيطلبوا 110، تبارك الله. باقا ثنيه الاخوان اول ولده لها، تبارك الله. خلي النمرة، خلي النمرة ديالك، يلا قول. 06 64 89 68 77، تبارك الله. عكم بلاصه ولاد سعيد هنا، ولاد سعيد، سير الله يسخر، الله يسخر، تبارك الله، تبارك الله. آه زيد عندك، زيد هذيك، هذه ولده وادة، ولده وادة، تبارك الله. هذه اش دايره في السن؟ الله يجيب الجموع، يلا جيب الجموع الاخوان هذه، تبارك الله. شحال عطاكم الثمن؟ خذتها ب 80، عطاوني فيها 4000. خديتها ب 80، عطاوك 4000، تبارك الله. قول لي هذه ما تقدرش تكون ضاره على ولدها؟ ضاره عليه، السيد اللي خديتها من عنده قال لك غارانتي الدراهم، صافي الله يعطيك الصحه. هذه الاخوان قلت لي المشرى 80000، عطاوني 4000، 80000 الاخوان، عطاوه 200 درهم، تبارك الله. نشوفوا الخرينات، نشوفوا الخرينات باش الاخوان اللي اتصل بك هذيك الساعه اللي عجبتك شي حاجه راه يقول لك خليها ليا. هذه هي والده جوج عزاره، تبارك الله. هذه الاخوان والده جوج خرفان، تبارك الله. واش دايره في السن انت هي؟ الله يجيب الجموع، يلاه جابت الجموع، تبارك الله، تبارك الله. هذه شحال ثمنها؟ خذتها ب 96، 96 هذه الاخوان مشريه ب 4,800 درهم، عطاو 4، عطاك 4000 ياك فيها؟ عطاوني فيها 6,102، عطاو 6000، دابا واصله 102 الاخوان، اولادها هما، تبارك الله. حتى هذه تقدر تكون معمره على اولادها، معمره على اولادها الاخوان. النمره اخوان راكم سمعتوها، ولا حتى شي حاجه يتصل بالاخ، تبارك الله عليك اولاد عمي. هذه هي والده ذكرى، زين نشوفوها هي. هذه الاخوان هي والده خروف حتى هي، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله. ولدها زينه الاخوان، تبارك الله. شنو دايره هي؟ اش دايره في السن؟ الله يجيب مجموعه حتى هي، يلا أرتايا. أي يلا جابت جموع، صافي الله يعطيك. هذه شحال قلت لي الثمن؟ عطوني فيها 65، هذه عاطينو الإخوان فيها 3,250 درهم، تبارك الله. المهم الإخوان اللي شاف شي حاجة وعجبته راه يتصل بك. هذه راه ثنية، هذيك راه راس السوق أولاد عمي، راس السوق هذيك، الله يعطيك الصحة. ثنية باش يقول لك هذا، لا الله يعطيك الصحة. لا صافي الله يعطيك الصحة، المليح المليح، الله يعطيك الصحة، تبارك الله الإخوان، اللهم بارك الإخوان، العجا الله يبارك، تبارك الله. الله يسر، الله يسر لكم الأمور، الله يسر اولاد عمي، الله يسر. تبارك الله، تبارك الله. هذا ولده ياك؟ ولده ولده خروف، خروف. راه تبارك الله، اياه خريف، اياه خريف الاخوان، امو تبارك الله. اش دايره في السنه ديالها اولاد عمي؟ سداسيه، سداسيه، اياه سداسيه، تبارك الله، الله يبارك. هذه الثمن ديالها اخويا؟ كتقول 64، عطاوك شي حاجه ولا؟ عطينا شحال؟ عطينا هما الاخوان 2,100 درهم كيطلبوا 2,300 درهم اللي كيطلبوا 46,000. هذه اللي عندك صافي؟ ها راه جو، وري وري وري، الا بغيت تخلي النمره ديالك في الاخر، ها راه وري الاخوان، وريهم. هذه دافعه، تبارك الله، اياه. هذه شنو دايره في السن؟ ستاتيه، ستاتيه، تبارك الله. هذه الاخوان راه دافعه، تبارك الله،
تبارك الله. هذه الثمة ديالها 28 اللي عاطين عاطينهم الاخوان هذه 28000 تبارك الله. زيد اود عمي شوف واش عندك. زيد تبارك الله تبارك الله تبارك الله. والده هذيك والده خروف حتى هي تبارك الله. ياه ياه مجموع مجموع ياك سجيات مجموع تبارك الله. ياه هذه شحال عاود عمي؟ هذه 44 هذه اخوان 2200 درهم. شوفوا الاخرى اللي بقات. باقي هذا الدار. ايه زيد هذه الاخوان راه دار تبارك الله. هذه زيد في السنه ودعم 600 تبارك الله. هذه الثمن ديالها شحال؟ هذه 26 تبارك الله. يلا قول النمره ديالك ودعم عمي راه 06 16 49 27 31 بلاصه هنا في ولاية سعيد. ولاية سعيد يلا تبارك الله عليك. الله يسر الله يسر امك تبارك الله عليك. باش يكون اخويا سنان الحليب. سنان الحليب سنان الحليب تبارك الله. مع شحال الثمن اخويا عاطينهم؟ قلت لكم راكم ساخين راه دروا 100 عاطينهم الاخوان 122 اللي عاطينهم تبارك الله 6100 درهم تبارك الله. 122000 تبارك الله. هذا الشوش 6100 درهم اللي عاطينهم تبارك الله تبارك الله. عاود عمي الله يسر لك الله يسر لك الله يسر لك تبارك الله تبارك الله. الله يبارك الوليدات اللهم بارك تبارك الله. اش والدينا خويا خرفان ولا عبورات؟ وحده جوج حوليات. هذه جوج حوليات والده وهذيك اللي ليها الاخوان والده جوج خرفات تبارك الله. الثمن اخويا شحال؟ 90000 باش ديتوهم ولا داهم الاخوان 90000 تبارك الله باش شراوهم. الله يبارك تبارك الله. بحال 4500 درهم بجوج تبارك الله تبارك الله. الله يسر لكم خويا الله يسر الله يجيب تيسير تبارك الله عليك تبارك الله عليك. سي سعيد كي داير السي سعيد بخير لاباس عليك؟ الله يحفظك الله يبارك الله يبارك. هذا الخريف هذا شحال اخويا سعيد؟ 44 هذا الخريف 44 الاخوان تبارك الله. اييه تبارك الله الاخوان الخروف 44 وهذا اللي في يدك؟ هذا 52 52 تبارك الله الاخوان الله يبارك. الخريف 44 هذا الاخوان 2600 درهم 44 و52 تبارك الله. اياه تبارك الله تبارك الله على بو سعيد. الله يسر لك الله يسر الامور الله يسر تبارك الله الاخوان الله يبارك تبارك الله تبارك الله. قول لي شحال تكون عندهم مشارد؟ 7 6 7 حكوا في مواصلين 7 ياك مواصلين تكون عندهم 6 شهور ولتحت. اي تبارك الله. الثمن ديالهم هذا الثمن ديالهم خدناهم 47 47 هذو الاخوان راه مشريين ب 2350 درهم تبارك الله. 47000 باش مشريين الاخوان الله يبارك تبارك الله. اللي عزوينا مرقده ولا تسعيد ياك ولا تسعيد؟ ولا تسعيد تبارك الله. تخلي النمره تخلي النمره لما بتمشي السوق يشوفوا بعض الاخوان يتصلوا. اي قول 06 13 08 88 90 في الاخر تبارك الله عليك. ود عمي الله يسر لكم امور الله يسر الله يسر الاخوان. شوفوا هذا اللي حاد الراس الاخوان هذا اللي باقي حاد الراس تبارك الله. عمر 4 عندنا ختها ياك باقي عندكم ختها في الدار. اي صافي اللي عيطوا لك ديك الساعه في اخوان بيعوا وشروا مع راسكم الله يسر لكم الله يسر. اللي بغى شي واحد هو الطاولة فيهم 140 هادو عطاكم 140 شنو يكونوا في سنهم؟ سنة الحليب هادو بجوجهم سنة الحليب. هذا واحد فيهم عطاونا 80 اي تبارك الله. عطاونا 60 هادو اخوان دابا معطيه قلتي لي معطيه 140 معطيه اخوان هادو 7000 درهم هاد الجوج تبارك الله. راهم سنة الحليب تبارك الله اخوان الله يبارك تبارك الله تبارك الله. هادو اخوان معطيه فيهم 7000 درهم تبارك الله الله يبارك تبارك الله. عاود عمي الله يسر الله يسر الامور الله يسر.